أنا مو طالع بإيدي شي، وأخوك لؤي لا تأخذيني، بنخاف منه وماله أمان، يعني مثل مصطفى. بقى أنا مو طالع بإيدي شي. نادرة، هلأ مو أنت بزمانك غلطتي، ما خليت حدا يزعجك ولا حدا يحكيكي ولا كلمة، لك حتى خاله سهيل ما خليته يقرب عليكي. بقى أنت هيك بتعملي معي؟ هيك بتعامليني؟ طول عمرك حنونة وبنت أصل، بس أنا شو بدي أعمل؟ أخي كتير بيخوف لسه أكتر من أخوكي لؤي، يعني أنا واقعة بين سفاقين. وأنت ليش هيك؟ شلون هيك يعني؟ يعني بتعملي أي شي بينطلب منك بدون ما تفكري بنتائجه؟ بدون ما تعرفي إذا كان صح ولا غلط؟ طب شو بدي أعمل؟ لكان من وين بدي أعيش؟ لك أنت عم تشتغلي عنا وماشي حالك. ماشي حالي؟ خدامة؟ نادرة، بس نحن كلياتنا كنا مناح معك، كلياتنا. ايه كتير، ايه ما بعرف شلون نفدت من ايدين اخوكي لؤي. لؤي؟ شو قصدك؟ خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. الله يخليكي يا ست علا، لا تحملي علي، انا مو طالع بايدي شي. هلا فهميني، شو قصة لؤي؟ ايه منيح ما ضربني شي مرة. نادرة، انت ليش لهلا ما تزوجتي؟ مو صار عمرك فوق 30؟ انا كنت متجوزة وعندي بنت، بس جوزي طلقني واخدها مني وما عم يخليني اشوفها. قديش قلبك محروق علي هلا؟ هلا بتكون ماما هيك قلبها محروق علي. معلش ست علا، فتنة خانم قلبها ما بيحرقها على حدا ولا حتى على بنتها. نادرة، انت كيف تسمحي لنفسك تحكي هيك عن ماما؟ الحق ما بيزعل، وانا ما عم اقول غير الحق واللي شفته بعيني. البقية بحياتك مرة تانية. الله يرحمه. الحقيقة مدام، رغم اني شايف انه الجو مو مناسب، بس يعني بتعرفي مضطرين، في كم سؤال لازم اسألك اياهم. هدول اهلي. تفضل اسأل. شوفي مدام، على قد ما بتتعاوني معنا وما بتخبي عنا شيء، على قد ما بتساعدينا نكشف القاتل وبسرعة. ما عندي شيء خبيه. حلو. بمين بتشكي؟ فتنت. ليش فتنت؟ لأنه كان خايف منا بآخر أيامه. ليش كان خايف منا؟ خايف يصير فيه مثل جاسم وأنور. يعني هو مثل جاسم وأنور، كان له مصاري مع فتنت وهي ماسكتن عليه. هيك شي. كيف عرفتي أنه خايف؟ قال لي. يعني عفوا مدام، ما عمل أي شي ليحمي حاله؟ كانت علا بنت فتنت عنا، وكانت هربانة من أخوها لأنه ناوي يقتله. وليش هربت لعندكم بالذات؟ ما بعرف، اجت هي وراشد. وهلا وينها؟ ما بعرف. يعني مدام علا كانت قاعدة عندكم بخاطرة وبرضاها. طبعا. بس اللي فهمناه انه المرحوم راشد كان مهددة لفتنت، انه هو ما بيرجع لعلا لحتى ترجع له كل مصاري. عفوا ما بسمح لك، زوجي قتيل، لانه خطاف ولانه مجرم، اصلا نحن المظلومين. وين علا هلا؟ ما بعرف. بس مبارح المساء راشد جاب واحد أخذه وراح هو وياه. مين هالواحد؟ ما بعرفه. أنت هيك بتكوني عم تتستري على جريمة بتقدري تمنعيها إذا بتقلي لي كل التفاصيل اللي عندك. أنو جريمة؟ أنا شو دخلني؟ أنت شو عم تحكي؟ يا مدام، هلا بجوز المرحوم قايله لهذاك إنه يقتل علا إذا صار له شيء. راشد ما بيعمل هيك شيء. عن إذنكم، أكيد شايفين البيت مليان ضيوف. قبل ما تقومي قلينا مين هو الشخص اللي خطف علا؟ قلت لك ما بعرفه. شوفي مدام، أنا هلأ بقدر احترزك بتهمة الخطف. ما بعرفه، بس إذا شفته ممكن أتعرف عليه. طب ممكن نعرف أوصافه؟ مو متذكرة، بس هو طويل وحجمه طويل يعني، وإله بطن وما بعرف شلون موديله. القاتل مو فتنت يا مدام. مو ضروري تقتل بإيده، تبعت حدا من طرفه. قلت لك كان راشد خايف منه. ما رح تقتله وبنته عنده، أكيد مو هي. بتشكي بحدا تاني؟ ما بعرف. رامي مثلا؟ إيه صحيح، مبارح المساء طلع ليشوف رامي وكان معه بالسيارة. بس مو معقول، ليش لحتى يقتله؟ ما له مصلحة، لأنه راشد كان عم يساعده على فتنات. كيف عم يساعده؟ هذا رامي أول تفتيحته، مدري شلون علق فتنات. علق؟
عفوا مدام، كيف؟ يعني حبه كان بعد ولد طايش، صار يهلوس فيها، مرة يقول بدي اختفى، مرة يقول بدي اقتل فوزي بعد ما يرجع من السفر. هالقصة ما حدا بيعرفها غير راشد. معقول؟ ايه معقول، ابوه راشد سفروه برات البلد لحتى ينساها. مسكين هالولد، دمرت مستقبله. يعني انور وراشد بيعرفوها من زمان لفتنت؟ هن وفوزي من 10 سنين كانوا يشتغلوا مع بعضهم، من مدة سنتين صار فوزي يسافر برات البلد ويجيب معه أرباح كبيرة، صاروا يلملموا هالمصاري من بعضهم ويعطوا ياهن، ما دققوا معه. وليك ما شو صار فيه، كلهم قتلوا. طيب مدام عن إذنك، بس سؤال لآخر مرة، بتعرفي علا وينها؟ أهلين ماهر، شو صار معك؟ ما صار شي، بس علا فعلا كانت ببيت راشد وليلة ما قتلوه اجا هو واحد اخذوها وراحوا. مين هو؟ ما حدا بيعرفه. طيب شو قصتها الست هيفا؟ شو شفتيها؟ شفتها وكانت مزعوجة كتير، مدري شو قصتها. طيب اتصل لتعرف. ما لي خلق هلا، المسا بتصل فيها. شو بدنا نعمل مشان علا؟ على كل حال الرائد سمير عم يعمل تحقيقات عن راشد وعلاقاته، بركي منوصل لشي. بس كل دقيقة عم تمره بجوز تكون عم تعقد القصة وتزيد الخطر. ما في أصعب إنك تكوني بتحبي حدا وهو بحالة خطر وما فيك تساعدي، ما فيك تعملي أي شيء إلا الانتظار. يا ماهر ما لازم تستسلم، لازم تحاول تعمل شيء. إيه ليه عم تحكي؟ لأنك ما عم تعمل شيء. مرحبا، شو عم تحكوا عن علا؟ لازم يكون في طريقة لنعرف وينها. أم عم تقول إنه اللي هي عندهم بيعرفوا مين أهلها ورح يتصلوا. صح، ونحن منضل متكتفين لحتى يتصلوا؟ بركي هدول قابضين من راشد سلف وما بيعرفوا مين هي، بركي كل شي بيعرفوا إنه يقتلوها بساعة معينة. مدري شلون صاير العالم يا